بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من رجع صدى. كنت وعدتكم الحلقة الفارطة أنه مش نحكيه على تداعيات تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي. لماذا هذا التصنيف في هذا الوقت؟ علاش في الوقت هذا بالذات؟ كما قلت لكم، شنية أراء المواقف السياسيين؟ كذلك هل هناك تدخل خارجي في هذا الموقف؟ كل هذا باش نشوفوه مع أسئلة عدة ومداخلات هاتفية في برنامجنا اليوم. كذلك عنا ضيوفنا في الأستوديو اللي إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا لمدة ساعة ونصف في رجع صدى، مع السيد رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير. أهلا وسهلا بك سيد رضا. كذلك معنا الصحفي والخبير الصحفي الاستقصائي والخبير الأمني سيد ماهر زيد. أهلا وسهلا بك سي ماهر. كيف مداخلات هاتفيه كما قلت لكم مش تدخل البرنامج هذا، وتصريح حصري لاحد شيوخ السلفيه سيد محمد بن عبد الرحمن خليف، اللي خصنا بتصريح عن انصار الشريعه. شنو التبعات لهذا التنظيم الذي صنف مؤخرا من قبل رئيس الحكومه ووزير الداخليه انه تنظيم ارهابي؟ كل هذا باش يكون في حصتنا اليوم كما قلت لكم. كذلك باش نبداو مع سي ريد باش نحكيو على سيد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية، يصدر قرار بإحداث منطقة عازلة على طول الحدود مع ليبيا والجزائر. إلى أي مدى سي رضا يخضع هذا القرار، أو هذا القرار ذو جدوى في أنه يمنع تسريب الأسلحة أو يمنع الإرهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، نتمنى هذه القناة الفتية النجاح والتوفيق. أنت بدأت من الآخر، يعني المسألة تقتضي أولا وجود الإرهاب من عدمه، ثم إن وجد فمن وراءه، والتوظيفات بيد من، ثم بعد ذلك تبحث التدابير، التشخيص أولا. يبدو أيضا أن هذا القرار للسيد منصف المرزوقي يعني فيه يدخل ضمن التدافع، لانه ما ثماش انسجام بين الحكومه وبين الرئاسه. وبالعكس، بعد الاتفاق ما بين الاستاذ راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي في فرنسا اللي فاجأ الجميع، صدم الجميع وقلب الطاوله على الجميع، من الرئاسه اصبحت الان في تدافع مع الحكومه ومتوجسه من المفاجات اللي يمكن تقع. فقرار من الرئاسه، هل هو قرار بالتنسيق ام لا؟ أم هو سبق لأحداث؟ أم هو منها مزايدة في إطار أنه أنتم تحاربوا الإرهاب أنا أذهب إلى أبعد مدى فيه؟ يبقى الرأي العام يسأل السؤال. ولذلك احنا نقول الآن السلطة عليها صراع دموي، وهي محل تجاذب داخلي. الناس اللي في وسطها في حالة تجاذب وعدم اطمئنان لبعضهم البعض، وفي الأطراف نتاعها ثم صراع دموي، وأؤكد دموي. وما حدث من وقائع سنأتي عليها فيما بعد يبين أنها بتوقيتاتها وتوظيفاتها هي تخدم هذا الصراع الدموي على السلطة. إذن هالشعب المسكين موضوع يعني في حالة ارتهان، وهو لا يدري ما يحدث، يفعل به ولا يفعل. هذه المسألة إذن لابد أن تأخذ في سياقها العام والأفقي، نعمل بانوراما كاملة اللي وقع باش ندرك. وحنسأل السؤال الأول، ثم جهات اللي هي محل الشبهة ابتداء ومبدئيا، أين هي؟ الحزب الحاكم السابق الذي قال ذات يوم نحكمكم أو نقتلكم، في الأيام الأولى عشناها مرعبة في الثورة، ثم نحكمكم أو الفوضى، ثم نحكمكم أو نجوعكم، ودخلنا في سلسلة كاملة متاع يعني وضعيات اجتماعية مرعبة وما إلى ذلك. أين هو موقعه اللي حطوه في السياق؟ هل الأمن اللي كان يقال أمام وزارة الداخلية وزارة الداخلية يعني وزارة إرهابية، هل تطهر بما فيه الكفاية بحيث لم يعد له من ولاء للأجنبي، بحيث يؤمن البلاد فعلا ولا يبيعها بالتقسيط، ولا يدخل أيضا في تشابكات مع جهات عندها أموال قذر أو ما إلى ذلك؟ الكثير مما نسمعه من التصريحات يبين أن هذه الوزارة ما زالت لم تجد وضعية الاستقرار. نحن في النهاية لابد أن نطرح السؤال الحارق الذي يشمل الجميع، حتى لا يحصر السؤال
في هذا الذي يراد لنا الآن الخوض فيه هكذا عن قصد لإلهائنا عن الأسئلة الأخرى، وهو هذا التيار اللي هو أنصار الشريعة. أتعنا نرجع بأكثر تفاصيل فيما يخص أنصار الشريعة، فيما يخص الأسئلة، عدة نقاط اللي يحب يعرفها الشعب التونسي. سي ماهر زيد، المنطقة العازلة بين الحدود الليبية والجزائرية، هل هي كافية للقضاء على الإرهاب؟ بارك الله فيك. بداية تحية للأستاذ رضا وتحية للمداخلة نتاعو، وخصوصا في حدود أنه التحقيقات لم تنتهي بعد، لم الاستنتاجات والخلاصات التي قفزت إليها وزارة الداخلية من أنه طرف بعينه هو المتورط في هذا الأمر هي سابقة لأوانها منطقا وقانونا. فبالتالي أتصور أنه إجراء من هذا النوع أو غيره من الإجراءات هي كذلك يعني سابقة لأوانها وقفزة إلى الأمام، ولا ندري ما المقصود بها. يمكن أن يكون يقصد بها أي شيء إلا يعني خدمة حقيقية لهذا الوطن، لأن الخدمة الحقيقية في المرحلة في اللحظة هذه هو إيقاف هذه العمليات الإجرامية، هو أن الدولة تورينا أن عندها قدرة على إيقاف هذه الأعمال الإجرامية. هنا الرجولة وين وهنا الفتوة وين، لكن ليس القفز إلى أمور يعني قد تنجح قد لا تنجح. يعني المنطقة العازة هذه تحدثوا عليها ما باش تكلف مليارات، والمنطقة العازة هذه فيها إمكانية كذلك لاستهداف جنود وعون أمن في مناطق يعني معزولة، فقد تفتح باب جديد لمزيد من 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 نزيف الدم التونسي. أتصور طيب. أنها يعني في غير وقتها وغير سياقها. باش نرجع لموضوعنا، خرجنا للشارع التونسي وسألناه عن رأيه في تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي. نمشي مع بعضنا نشوفوا رأي المواطنين وبعد نكملوا في موضوع حصتنا اليوم. شنو هو تعريفكم للإرهاب؟ أنا ليس عندي تعريف، إنما من وصف غيره بالإرهاب فليعطينا ما هي المواصفات التي اعتمد عليها حتى يصف غيره بالإرهابي. هل الذي يحمل السلاح هو الإرهابي؟ هل الذي يستعمل السلاح هو الإرهابي؟ هل الذي يحمل أفكارا تناقض المنهج الغربي والحضارة الغربية وطريقة العيش الغربية هو الإرهابي؟ حمل السلاح أم لم يحمل؟ وهذا هو في الحقيقة هو التعريف التي اعتمدت عليه الحكومة التونسية لتوصيف هذا التنظيم أو غيره من المنتسبين إلى الصحوة الإسلامية بصفة عامة بالإرهاب. تم ذكر الولايات المتحدة الأمريكية عديد المرات، معناها بكلامك نجم نفهمه أنه فما معناها أيادي خارجية أو ضغوطات خارجية على الحكومة التونسية. لا شك في ذلك، حتى أدنى شخص يعرف هذا، حتى المعارضة أنفسها نفسها يعني التي يعني تعارض الحكومة الموجودة الآن هي نفسها صرحت بذلك. حتى رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان بن موسى نفسه يقول أنه هذا التصنيف هذا هو تصنيف سياسي لضغوط خارجية. ليش توا بالذات الحكومة التونسية أعلنت أنه تنظيم أنصار الشريعة تنظيم إرهابي؟ والله سؤال يوجه للمعني بالأمر، حابين نشوف رأيكم أنتم. أنا أتصور أنه لأهداف سياسية، الوضع السياسي في البلاد يقتضي إيجاد شيء حتى يلهي الناس عن المشاكل اللي موجودة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها. فهذا إذن يجعل الناس، هذا معروف، هذا من السياسة الميكيافيلية، أنه إذا وقعت في ورطة كسياسي كون مشكلة وخلي الناس تتحدث. شنو حبيت تقولوا في البيان بتاعكم؟ حبينا نقولوا أنه أنصار الشريعة ما هي إلا كبش فداء أو قربان سيقوم به بعض الأطراف السياسيين لإيضاح أو لإبراز ولائهم لأسيادهم. الحكومة تتعامل بالإرهاب، هي التي ترهب المواطن. أنه تقع مداهمات، أحد المشايخ المنتمين لهيئة الدعوة والإصلاح من جماعتنا، يعني من مجموعة المشايخ، هذا تم مداهمة بيته في الليل يوم الأول أمس في الليل، يعني في الساعة الثانية أو الثالثة فجرا. هذه الأعمال ما زالت، أي قانون هذا وأي بأي قانون هذا؟ لماذا المداهمات الليلية؟ ترهيب يعني المواطن وترهيب أهله وأطفاله إلى غير ذلك. فهل يعقل هذا؟ فالإرهاب هو الذي تسلطه السلطة على المواطن، هذه أولا. ثانيا، الطريقة التي تم عرض بها هذه القضية هي طريقة إرهابية.
يعني مخالفة للقانون اللي هما ألزموا أنفسهم به. فكيف يعقل أن يكون رئيس الحكومة هو الذي يعلن على هذا التنظيم أنه تنظيم إرهابي لم يتم النظر فيه قضائيا؟ كيف هذا؟ يعني في الأصل الدورة تكون بالعكس، يعني أولا القضاء ينظر ثم يأتي بالأدلة، تعرض الأدلة، ثم هناك قرار يتم منع أو عدم منع. أما أنه يتم المنع أولا بدعوى أنه هذا تنظيم إرهابي، بالطبع سوف يضغط على القضاء بصورة حتى لا يكذب رئيس الحكومة. فلماذا تضيقون إخوانكم الشباب شباب الصحوة؟ إنهم لا يريدون بكم سوءا، والله لا يريدون بكم سوءا، إنما أنتم اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله، اتقوا الله في هذا الدين أولا، دين آبائكم وأجدادكم، واتقوا الله في هاته الصحوة الشبابية. ستسألون يوم القيامة عن كل قطرة دم أهريقت ظلما وعدوانا. في الختام يعني وجه نداء إلى كافة الشعب التونسي، أقول له لا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. أنت كمسلم يجب أن تؤمن بأن هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، ولا يمكن أن يتصور المسلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يترك دينه حتى يهزم أتباعه. هذا تصريح أحد شيوخ السلفية الشيخ محمد بن عبد الرحمن خليل، كنت قلت لكم بكري باش نتفرجوا في آراء المواطنين بعد هذا التصريح، تلقوا آراء المواطنين. تصريح من أحد شيوخ السلفية يذكر فيه العديد من النقاط، تصريح هذا أخذنا منه 4 دقائق، لكن غدوة الحي إن شاء الله سيكون بث حصري على قناة القلم للتصريح كامل لمدة 23 دقيقة. غدوة الحي تابعونا تلقوا التصريح كامل. نرجع للأستوديو مع ضيفية باش نحلوا مقال الشيخة وباش نطرقوا إلى بعض النقاط، منها أنه هذا القرار هو تدخل خارجي، أنصار الشريعة هم كبش فداء، وغيره من النقاط اللي طرحها الشيخ محمد بن عبد الرحمن خليف. سي ماهر، نرجع لك، القرار هذا هو ذو تدخل خارجي حسب كلام الشيخ؟ نعم أتوقع ذلك، أو على الأقل جزء كبير من العوامل التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار هي عوامل خارجية. كما تشوف القرار هو كان يعني من ناحية الكرونولوجية مرتبط بزيارة الوفدين، الوفد النهضوي ووفد نداء تونس إلى العاصمة الفرنسية للاتفاق. كذلك القرار كان متزامنا مع إيقاف مجموعة من الأشخاص هنا في الداخل. إذا تخير نرجع لها فيما بعد. طيب، المجموعة الأخيرة اللي ضبطت معها قائمة بشخصيات كانت مستهدفة واللي عرضتها وزارة الداخلية. الغريب في قضية هذه المجموعة أنه الذي يفترض فيه أن يكون مسؤولها أو رئيسها قام بتسليم نفسه إلى الأمن، تحديدا يوم الاتفاق بين حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل. نهارتها قرر باش يسلم نفسه. والغريب اكثر في الامر كما حكينا حتى قبل البرنامج، قراءة اخرى بطبيعه الحال حتى قبل البرنامج، احنا قلنا انه مجموعه ارهابيه او حتى اجراميه اللي هي اقل درجه من الارهاب يفترض في افرادها ان يكون فيهم نوع من الشده ونوع من القسوه، وبل يتدربون على مواجهه التحقيق ومواجهه يعني نوع من التدابير وتدريبات الامنيه لمواجهه الخصم. فما بالك بمسؤول هذه العصابه يذهب الى الامن ويسلم نفسه في يعني في يوم محدد، في يوم كان حدث كبير في البلاد. زد على ذلك الشخص هذا بيدو يعني في علم الإجرام يقول ريسيديف هو الشخص الذي يعيد نفس الجريمة، يعيد ارتكاب نفس الجريمة. هذا الشخص نفسه سي محمد العكاري أثناء تواجده في العراق في حدود 2005 كان يعني منظم تحت لواء جماعة مقاتلة تقاتل القوات الأمريكية في العراق، أيضا بعد أن انضم إلى هذه المجموعة وتحمل مسؤولية فيها 10 أو 12 فرد معاه في المجموعة، سلم نفسه للقوات الأمريكية هكذا مجانا، سلم نفسه. وبعد ذلك قامت الحكومة العراقية نعم ممكن بعد ذلك قامت الحكومة العراقية بتسليمه إلى تونس.
فدار شوية وجمع شوية شباب وعمل بهم عصابة إرهابية وعاود نفس الحكاية، سلم نفسه للأمن يوم الاتفاق بين حارة الناظرين حضرة الشمس. مش نرجو أكثر تفاصيل مع تدخل الأجنبي، لماذا في هذا الوقت بالذات تم تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي؟ سيد رضا، اعتبرتم أن الثورة أخذت اتجاها معاكسا وأن الحكومة تعمل تحت ضغط ارتباطات أجنبية، هذا ما جاء في بيانكم الأخير، ما هو تعليقك على هذه النقطتين؟ علاش الثورة اتخذت اتجاه معاكس، وما معنى أن الحكومة تعمل تحت ضغوطات أجنبية؟ الذي يريد أن يثبت العكس هو الذي يجب أن يأتي بالدليل، لأن بلداننا منذ سقوط الدولة الإسلامية وهي في وضعية ارتهان، تتقذفها القوى وتضعها في السياقات التي تريد، وأدت وظائف يعني قذرة جدا، ومنها معناها الاعتراف بإسرائيل صريحا أو ضمنيا، إهدار قضايا الأمة كالوحدة وسواها، الثروات المعطلة، وأدوا خدمات يعني في وقت قياسي. لذلك القول بأننا نملك أمرنا هذا أمر لا يقبله عقل. يعني يقول يعني رئيس المخابرات الأسبق سي بنور في حوار يعني في قناة الجزيرة حين يسأله عن مقدار قوة البلد، قل له نحن نوفر من القوة ما يكفي لمشاغبة العدو إن وجد لساعة من الزمن حتى تدخل فرنسا. يعني احنا نهيئ في قوة باش تشاغب ولو ساعة من زمن. إذن مقاومات الدولة ومقاومات الكينونة ومقاومات الجدارة غير موجودة، والأسف لم يشتغل عليها لا في العهد البرغيبي ولا عهد بن علي، الذي تبين في عهد بن علي صراحة في الوطنية في برنامج مشهور اسمه منها دولة الفساد، قالوا أن المخابرات الإسرائيلية كانت يعني تسكن فينا كل مسكن، في قصر كارتاج، في اللوجيسيلات اللي تتحكم يعني في الإدارة وتتحكم في المعلومة الأمنية وغير ذلك. يعني شيء مرعب، من أمن ذلك؟ وأي خطبوط؟ ولماذا لم يحاسب؟ ولماذا كما يقول سعد رف العيادي، وأجله وأقدم له تحية في هذا الموقع لجرأته، أن ملفات الحساسة بالفعل يعني وقع تهريبها المتعلقة. إذن البلد مخترق، شئنا بينا احنا كيان فولكلوري، كيان فولكلوري. الجمعيات يعني من حقها أن يقع تمويلها من الخارج بالقانون، وأي تمويل. الآن الزيارات للسفارات شيء مرعب، يعني رئيس حزب رئيس جمعية يدخل يخرج قبل المخابرات لتنتدب عملاء، تبذل جهد جبار من الاستثناءات والتخفي وما إلى ذلك، الآن يذهب إليه العملاء يعني على رؤوس الأشهاد، فزيارات في المنازل، منازلهم الخاصة وفي السفارات، ويتلقون ما هذا؟ هذا المشهد فولكلوري. العلاقة بالخارج تحصر في الدولة، وتحاسب الدولة عن هذه الاتصالات أيضا، أي نوع من الاتصال. اليوم نحن أمام اختراق رهيب. فأن يأتي البعض يقول لا، نحن في وضعية الاستقلالية التامة ومن ثم معناها نقاوم في الإرهاب، نقول عليك السؤال قبل أن يكون منك سؤال، لأن الذي حدث من توقيتات لعمليات إرهابية في تونس أو ما ترتب عليها من توظيفات في أوقات غريبة وغريبة جدا، كاللقاء بين السبسي والغنوشي في ظرف يعني كان الجميع متهيئ يعني إلى رد هالتمرد وسحق التمرد الموجود المشبوه في البلد، وثم انتصارات كبرى ميدانية تحقت في هذا، يقع إحباطها الإرادة، وثم لقاء آخر، وهذا عين الحكمة. اللي كان يمثل الثورة المضادة هو الحكمة، هو العقل، هو المنطق. يعني نحن أمام مشهد غريب يبين أن التوقيتات مشبوهة. لذلك نحن نقول أعطيتمونا ضلعا فهاتوا الضلعين الباقيين. ضلع هناك أدوات محلية نعم معناها فيها صفة السلفية نعم، ونؤكد ذلك وكنا سباقين في ذلك، لكن لأي جهة يعملون ومن وفر لهم البيئة الملائمة لتتم العمليات كلها بنجاح نسبة 100%، 100% اختيار الأول الثاني الجنود 100%، حتى هامش الخطأ، وهذا لا تقوم به إلى المخابرات، إلى المخابرات تأمين كامل. ثم يأتون بأشخاص يعني هذا ساهم بسيارة ولست أدري، نجم تحطه في وضعية من حيث لا يدري وتحطه قربان. أعطيني الرؤوس الصحيحة وأعطيني الارتباطات اللي بالفعل تبين أن البلد مختطف، مختطف. يزينا من الكذب ومن الزيف، وهاتوا الحقيقة كاملة وحين نضع أيدينا معه. جبل الشعامي خرج سي رشيد عمار في اللقاء التلفزي المشهور متاعه قال سيطرنا عليه بالتمام والكمال، سيطرة تامة. هذا المسؤول الأول العسكري، فاطمئنن. فيما بعد تصبح ضرب الطائرات ومدفعية ولست أدري من هذا، وقوات
من كيف لشخص يقوم بعمل اغتيال بعد مروح كان مروح البيت النوم يمشي لشعامبي كامل العملية كامل عمليته روح لشعامبي كانه منه ماشي آمن يعني ثم حقيقة ما يدعو إلى الريبة فكف استخفافا بعقولنا وهات الأمر واضح وثم هذا الغول اللي هو الإرهاب أكبر اختراع دولي هو عنوان الإرهاب صنعوه كفكرة وصنعوه كوقايع وبها قام امتصاص حيوية هالأمة قضية الفلسطينية دخلوا عليها عنوان الإرهاب يصبح في شبهة الإرهاب والقتل غير ذلك بيعني معروفة في العراق كان هناك مقاومة رائعة جدا لضرب الإمبراطورية الأمريكية في الصميم في ولكن فيما بعد أدخل هذا العنوان وأصبحت الآن العراق في وضعية نعلمها جميعا ومثل ذلك يقع الآن على هذه الثورات الطيبة الكريمة اللي عطاءها غزير وإمكانية افتكاك الإرادة إرادة هالأمة قام بقوسين وأدنى أن نسترجع أولا ما حبس عنا وهو الحق شريعة ربي شريعة الرحمن أن نسترجع ثرواتنا مجرد تفتح ملف على الثروات هات ونتحاسبوا فيها تأتيك الزاجرة والرادعة الزاجرة والرادعة ويفتح كذا ملف للالتفاف ثم الحقيقة يحبسون عنا الحقيقة حقيقة المعلومات وثم قاعدة معروفة استعمارية إذا أردت أن تخفي الحقيقة فقل نصفها هم مش نصفها يأتون في العشر نتاعها وحتى أقل ويغموا ويعملوا استنتاجات قالوا بعض الأشخاص أخرى. بعض الأشخاص سماهم جابوا وزير الداخلية في صور كبيرة أنا في سوسة مريت نلقى واحد منها قلت له ما كنتش نحكي عليك وزير الداخلية قليلا هاي اللي حاكم التحقيق قال معايا كلمتين هوني روح ها باش نحكي سيدي بقى في النقطة هذية توا مع السيمير عدم تنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية سيد وزير الداخلية يصرح بأسماء موقوفين ومتهمين وفارين و في نفس اليوم يتم إخلاء سبيل بعض من تم الإعلان عنه هذا عدم التنسيق أو الخلل أو يعني على مسؤولية من؟ هو في الحقيقة ليس عدم التنسيق وإنما تغول وزارة الداخلية على حساب وزارة العدل يعني في نفس اليوم الذي عقدت فيه الندوة الصحفية في نفس اليوم الذي عرضت فيه صور لتونسيين في خرق لكثير من قواعد العدل والعدالة والصحافة وغيره عرضت هذه الصور في نفس اليوم بعد سويعات قاضي تحقيق يطلق سراح ثلاثة منهم وفي اليوم الموالي قاضي آخر يطلق سراح اثنين منهم وهكذا وهذه مش المرة الأولى بالمناسبة هل هو تحدي قلة مسؤولية؟ عدم انتباه يعني وزارتين لا. وزارتين بأتم معنى السيادة نعم. كيف أنا قلت في أنا قلت في الماضي إنه وزارة الداخلية تريد أن تثبت بأنها تقوم بإنجازات بأنها بصدد أحداث تقدم في كثير من المواضيع الشائكة هذه فتقوم بالتسرع وتسقط في التسرع ويعني والارتباك وهذا اللي يدفعها لمثل هذه اللافوات القاتلة بصراحة أنا تعرض صور المواطنين أبرياء أو يعني وارد والمرجح ان يكونوا ابرياء فيقوم القضاء اما في بيان سامحني بها قصت عليك فما بيان عاجل اصدر من وزاره الداخليه قالت انه نعم حاكم التحقيق اعلن انه يعني تلاقى سراحهم لكن هذا لا يفسد الود قضيه ما زالوا محل تتبعات عدليه صحيح محل تتبعات عدليه يعني هناك نسبه مئويه معينه ولو 1% ان يبرئ هؤلاء الاشخاص ويعني العداله تقول انهم ابرياء فلماذا تشهير بهم وهذه مش المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة يعني هذا الأمر قاعد يتكرر كل ما وزارة الداخلية تنظم ندوة صحفية إلا وتنشر صور لأشخاص يقوم القضاء فيما بعد بتبرئتهم نتفكروا من شهر تقريبا في رمضان وقت اللي قوة الأمن داهمت البيت الموجود في الوردية اللي كان متحصن به مثلا أمثال عز الدين عبد اللاوي وغيره في نفس اليوم عرضت أو عرضت وسائل الإعلام ومواطنين كانوا موجودين في المكان مرة أخرى ملاحظة أخرى هذه علاش مواطنين يتواجدوا في مكان فيه إطلاق نار وكذا قاموا بتصوير مجموعة من الأشخاص راقدين على كروشهم وحالين يديهم في وضع مهين وإنسان مقتول بجنبهم في نفس اليوم قاضي التحقيق يطلق سراح اثنين منهم ويقول هذوما اثنين أبرياء ما عندهمش علاقة بالموضوع كانوا كارين في الطابق الفوقاني اثنين طلبة وباحثين ما عندهم حتى علاقة بالموضوع في نفس اليوم تنشر صورهم والعالم كل يتفرج فيهم ويتم التشهير بهم يعني هذا ليس من باب يعني أنا لا أتصور أنه هذا خطأ هذه يعني إهانة وهذا امتهان لكرامة التونسي يعني لقداسة المواطنة تنبأتم سيد رضا بالحاج في ما مضى أنه مش يكون فما صدام دموي في حال انعقاد مؤتمر أنصار الشريعة في القيروان ما هي مصادركم أول شيء وهل نقول أنه تحقق هذا صدقت تنبؤاتكم
في ذلك المؤتمر علمنا بأن هناك استدراج بالفعل لحالة من الفوضى والدس، وقد تبين أن هناك من دخل حتى تلك المجموعات لإحداث نوع من الفوضى والارتباك، ولا قدر الله تدافع مقصود أو غير مقصود يقع فيه إراقة الدماء. مجموعات ليست من أنصار الشريعة، قد تكون من المتهورين منهم حماسا وتكون الشرارة الأولى، وقد تكون أيضا من مدسوسين يحدث الفوضى، ومعروف الفوضى إذا بدأت لا يتحكموا في تدحرجاتها. فكان هناك ترصد للحظة معينة للانقضاض على هذا التيار في عمومه، لأن هذا ثمن دولي لابد أن تقدمه الحكومة، ونأكد يعني وكل حكومة. سي صادق شورو وهو قيادي في حركة النهضة لا يزيد على أحد، أكثر واحد قضى منها فترة سجن، قال بأن الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي وغيرها شرطها، قالها صراحة وفي المجلس التأسيسي، شرطها الأساسي هو تقديم قربان هو التيار السلفي أو التيار اللي يتكلم بالشريعة الآن الإسلامية الموجودة إلى غير ذلك، لا بد أن يقدم قربان. هذه من أفواههم نأخذها. إذن تأتي فيما بعد ترصد اللحظة، كانت محاولة 19 ماي نعم للاستدراج، من فضل الله بذلنا أقصى درجات الجهد أن لا يتم ذلك اللقاء حتى لا يتم الأسوأ. لكن فيما بعد كما قرأت لهم في جريدة، منذ شهر أفريل كان القرار بإعلان هذا التيار منظمة إرهابية جاهزا وينتظر في السياق. السياق شكون يحضر فيه؟ صار الشريعة مش قاعدين يعملوا في أحداث ميدانية يعني في الشارع وغيرها، ثم تدافعات، ثم تمرد، ثم دعوة الانقلاب، ثم دعوة لتنحية ولات، ثم أعمال مرعبة، ثم دعوة في قناة تلفزية نعرفها جميعا معناها متهور أقصى درجة، ما تخلصوش الضوء، ما تخلصوش الماء، ما تعملوش كذا، تمرد. إذن وتجي الأحداث هذه إذن بتوقيتها. تنتج سمحني سي رضا من كلامك أنه فما أحزاب سياسية كانت تدفع أكيد. إلى أحزاب أكيد. سياسية معروفة. هذين الضلعان اللذان يجب الإتمام الحديث فيهم. الضلع الأول هو هذا الذي شاهدناه ولمسنا بعضه، فلان أو فلان وإلى حد ما وقابل للتحقيق. ثانيا هو الضلع الداخلي والسياسي، المغارات في المدن وليست في الجبال، والإرهاب كرافتي وهو أكد ذلك، إما بالقيام به رأسا أو بتوظيف من يقوم به أو بتسهيله أو بتوظيف نتائجه، وهذا وذاك جريمة. ثالثا البعد الدولي الخارجي الحاضر والذي يريد هذا البلد وهذه الثورة أن يأخذها وأن يشغلها بنفسها. لذلك نحن الآن أمام أمرين، الإنسان أو الدولة تحترم نفسها كي يبدأ عندها مشكلة تسعى إلى تطويقها لا إلى تسويقها، في حين اللي شفنا إعلان أسماء كما قال خونا ومشاهد استعراضية وسينمائية وغير ذلك، وناس نشوفهم في الطريق قبيل نشوفهم في التلفزة بعد نقاف في الطريق ونقول كذا في المسجد نصلي فيه معناه هو عادي معناه نقعد غري مستغرب. ناس تسوق في صورة ويحبوها فيها كثير من المأساوية وكثير من البطولة الزائفة حتى يكونوا عنوان حكم، معناها هذا يباع البلد الآن في المزاد العلني. كل واحد يقول نقدم أكثر خدمات، العمالة قبل كانت رأسية رأس الدولة حتى بهاتف نتحكموا فيه، الآن العمالة أفقية الكل يعرض فيه خدماته، من هو في السلطة يريد أن يدوم فيها ومن هو متربص بها يريد الانقضاض، ويقول لك حتى اذا زم معاش ثم انتخابات كما قال واحد، المهم حطونا حكومه تنقاذ والمهم نحكمه والمهم نحكمه. وانا غير ذلك ما يبين بالفعل ان ثم كذا. اما قلت التطويق طوق وتقلل من شانها وتقول الامر بيدنا وسننظر والاصل براءه الذمه الى غير ذلك وتطوق، او انك تسوق. التسويق هذا تعرف شو يساوي؟ معناها تعطي للغرب انه ياخذ العنوان هذا على بلادنا، يولي طيارات بدون طيار، ضربنا وضرب مدين كل الغالب جاوا في غلطه، يقول لك حاجب قاعده عسكريه، يقول لك حاجه تنسيق في بيرو في الداخليه، يقول لك هذا مطلوب وغير ذلك. هل يعلمون الجماعه ما يفعلون؟ اولا الجهه ليست مخوله، هي جهه امنيه، نعرف البحث الابتدائي كنا تعدينا على البحث الداخلي وغير ذلك، باحث كله تبكف نجم تاخذ معلومه. يقول لي هذا قال لي ابو عياض افعل، اعطاني فتوى الربط مع صار الشريعه، قال لي ابو عياض شفويا بدون توثيق، هذه تتخذها بكف كف كافي باش ياخذها مولد صغير ويقول قال لي. اذا نحن امام عمل بالفعل يبدو فيه كثير من التصنع. البلاد هذا مش هذه باش نقولها له باش ما يزيدوش عنا في الامن، امن البلاد والعباد في عينينا نموتوا من اجله باش ما يزيدوش انهم. واذا ظهر ارهاب والدخول على هذه الثوره على هذا البلد نحن في الصف الاول، لانهم يعني هم جبناء
أدعياء الآن أن يحمون بلد جبناء باش نقوم في وقت جد الجد نقوم في الصف الأخير، لكن ما تاخذوناش بعنوان الإرهاب باش تفكوا من إرادة الناس، ما تفكوا وتعملوا دستور غير راضي عليه الأمة وتعملوا عدة عناوين. هذه القضية وين؟ إذن المسألة تقتضي التطويق والبرتينونس، ننسوا على المواضيع بعينها والأشخاص بعينهم، ويكون اللي يعمل في الإرهاب يصلي في الصبح حاضر ولا يكون عربية سكير كيف كيف، هو عميل يشتغل لصالح أجندة، وهنا وقتها يولي مصد والرد له واجب، لكن على عين بصيرة مش بعناوين يعني مايعة تعطى نتائجها لجهات غربية. طيب سيدة سماهر، رجوعا إلى أبي عياض والتعليمات التي تأتي من أبي عياض، حسب مصادر إعلامية أبو عياض حذر الداخلية فيما مضى من عمليات تفجيرية، يعني سيد هذا رجل هذا تربط علاقة ودية بكوادر الداخلية، كيفاش توا يولي رجل إرهابي ويصنف من الإرهابيين؟ وإحنا عنا حتى بعض شوية تحاليل مع زميلنا حمزة برجبشي، عندنا تقرير نتفرجوا فيه، لكن كيفاش تنقلب الصورة والقرار أنه تصنيف أنصار الشريعة جاهز منذ مدة، حسب يعني تصريحات عدوسي رضا بحذنم منذ قليل قال نفس الكلام؟ نعم، هو أنه أبو عياض أو أبي عياض حذر وزارة الداخلية مش معناها أن تربط علاقة ودية بهم، على فكرة هو حذرهم في سياق يعني حرصوا على أمن الوطن، هذا توقع هكذا، ليس دفاع عنه، ولكن هذا ما أفهم منه، إنسان يبلغ الأمن يقول لهم ردوا بالكم ولا ثم الناس باش يلعبوا بأمن البلاد، ينجم يكون هو نفسه أو عملية مراوغة يعني؟ لا أتصور، لا أستطيع أن يعني أحكم على نيته، ولكن أنه هو حذر وزارة الداخلية مش بالضرورة أن ترد علاقة ودية بهم أو هو ربما عميلهم أو كذا، لكن كما قال الأستاذ رضا التوقيت هو الآن التوقيت الأمثل لتنفيذ هذا القرار الذي اتخذ منذ مدة، هو قرار قد يكون أبدي، يعني الناس الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة سواء في بلداننا نحن العربية الإسلامية وحتى في الغرب على فكرة، المحافظين هذوما يسمح لهم بهامش معين للحركة وللتحرك إلى حدود سقف معين حتى تشاركهم في الحكم، بل يشاركون في الحكم، ولكن يبقى هناك سقف معين، لا يسمح لهم بالاطلاع على المعلومات الحساسة للبلد، لا يسمح لهم بالمشاركة في التحويلات المالية الكبرى أو العلاقات الاقتصادية الحساسة التي ترتبط بالأمن القومي للبلد أو الغذائي أو غيره. فالقرار الآن هو الوقت الأمثل، يعني ثمرة نضجت عندما اقتربت الحكومة الحالية مع في الاتفاق مع المعارضة، فصار الوقت الآن الأمثل لتفجير هذه القنبلة. نعم، لتفجير هذه القنبلة، ثم أنه هذا التيار هو القربان المشترك الذي الطرفين يسعوا لإرضاء الخارج من خلاله، فكانت اللحظة المناسبة. بعد باش نرجع لك سيري ذا باش نحكيه على الخلاف بين الحكومة، وطبعا عش نقول الحكومة عش نقوله المجتمع، بما أنه فما سلاح تهز قدام مدنيين وأنصار الشريعة، الخلاف بين الحكومة وأنصار الشريعة كتنظيم أم بين الحكومة والتيار السلفي بشكل عام. نرجع لك بعد ما نشوفوا الروبورتاج اللي نزلنا به كما قلت لكم بكري للشارع وسألنا المواطنين عن رأيهم في تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي وإلا ليه، هل هما مع التصنيف هذا ولا نشوفوا الروبورتاج ونرجع. شو مفهومك للسلفية؟ السلفية عندها ياسر أنواع، ثم السلفية العلمانية، ثم السلفية الجهادية، ثم ياسر أنواع. العباد واخدين عليهم نظرة خايبة، يتهموا فيهم في برشا حوايج هما بريئين منها. السلفية هو اتباع منهج سلفي، معناتها السلف الصالح، على مستوى اللباس، على مستوى الأكل، على مستوى العبادات، على مستوى التعليم. كنا احنا سلفيين، كنا تابعين الرسول عليه الصلاة والسلام، أما تو تفرقت ولات جهادية ولات انتحارية، ما تفهم حد شيء، تبدلت المفهوم كامل، تبدل. الحركة السلفية هي حركة دعوية، وعندهم قياداتهم صرحوا في أكثر من مرة في وسائل الإعلام أنهم باش يمارسوا دعوة فيها نوع معناتها من ملين على الطريقة المحمدية اللي نعرفوها في السيرة، ولكن اتضح بعد أنه فما ممارسات معناها بدات تدريجيا تتصاعد شيئا فشيئا. السلفية هو المنهج السلف الصالح، اتباع السنة والقرآن. شو رأيك أنت في تصنيف أنصار الشريعة ضمن التنظيم الإرهابي؟ أنا بور معم، علاش؟ على خاطر ما ملي رينا معم كان نشر، سامحني، يمكن فما سلفيين حقنا نعرفهم، معناتها ناس طيبة وباهيين. شمولية متاع التعبير مش في محلها، نتصور أنا، خاطر ثم برشا عباد نضاف سلفيين مقبل الثورة ولباس، ما عندنا حتى إشكالية. تعجلت الحكومة في التصنيف هذا،
هي مجموعة متاع أفراد حتى وإن ثبت أنها معناتها قامت بأعمال إرهابية وبعنف، فلا يتم تصنيف معناتها الجميع في الخانة هذه الكل. إرهابيين لا، فما المتطرفين صحيح شوية، ما إرهابيين ما نتصورش أنه الدين يحث للإرهاب. أنا ضد كل من هو يستعمل الإرهاب في أي في العالم أجمع، لأن الإرهاب ثم الناس أبرياء شنو دخله؟ نجينا في محل هنا ولا في كار ولا في سينما ولا في استاد وتقتلني، شنو مشكلتك معايا؟ ثم ربي في الوجود. هما اليوم مورطين على ما يبدو في انتظار أن القضاء يقول كلمته، ثم شفنا أيضا في محاولتهم استثناء عقد المؤتمر في مدينة القيروان، وأنا كنت موجود باعتباري نمثل نقابة التعليم الثانوي طرف، كنت موجود ولاحظ، يعني شفت أنه بصراحة فما خطاب فيه العنف. أنصار الشريعة بكل مولاد حمدنا وجيراننا وأصحابنا، ما رينا شيء، ما نحط شيء، كل عباد يمشي ويصلي ويخدموا على الريح، ما رينا ما نحط شيء، يعملوا كان في الخير. احنا رينا احنا شعب سالم ونحبوا على الراحة ونحبوا على الاستقرار. بالنسبة لي أنا أنسى عباد عادية رجلين، ما عندهم حتى مشكلة، ما تمام بالعكس. مش من تنظيم إرهابي، أما اللي رأيي أنا تونس إذا كان ما يلطفش بها ربي، لا الإسلاميين ولا غير الإسلاميين، ربي كما نحبنا عليه يعطينا واحد يعطينا حقنا، ها تونس باهية. حس منصار شريعة بكبش فداء في تونس، في قروان خاصة، خاطر عايش في قروان وتنحى منصار شريعة. أول حاجة منصار شريعة تخدم خير من الحكومة تو في تونس، ومنصار شريعة راهم عباد نظاف كلها وعباد ما تخاف ربي وتصلي، وتونس كل ما يخلالين فكرة خائبة هم راهم خاطر. رأي المواطن التونسي في تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي. سيريزا، برشا عبيد قالت أنه شمولية هذا القرار يعني ما يشفي محلها، فما اللي شكون قال أعز ما أصدرت الحكومة، بعض الناس اللي قالت نحن عايشين مع أنصار الشريعة عمرنا ما شفنا عليهم حد شيء. هل هو صراع معناتها مع شباب الصحوة، أم كما سلف وقلنا بكري أنه كبش فداء وفليمروا؟ نعم، هناك صراع على درجات ولتكون أوضح. الأول واللي يلزم نعلنه صراحة ونخرط فيه جميعا هو الولاء للأجنبي اللي كنت نتحدث عنه، أيا كان بتحت أي عنوان، لأن هذه الأمة عندها ذاتيتها وعندها خيريتها وعندها من الطاقات الكاملة فيها ما يخليها تخلق من نفسها الرائع والطيب، ولكن للأسف تعطلوا عن ذلك. معناها ناخذ مثال، الحكم مثال بعد بن علي طاح، أي حكومة تجيب صيغة إدارية ما تنجمش تكون أقل من بن علي، معادل بن علي ولا خير بشوي في أسوأ الحالات، ولكن يراد ألا يكون ذلك، يراد التدحرج حتى يضعونا تحت ضغط الواقع ونقبلوا. بعد كي يجيبونا المنقذ هذا السيد اللي جاينا فنتي معناها فنتي بلغ من السن عوتية ولا غيره، تكون خير من بلاش. به الناحية الثانية في هذا التيار، نعم ثم تهور، لابد أن نكون صراحة. أولا هو غير متجانس، لا تحكمه إرادة عامة وليس عليه قيادة يعني ثابتة معلومة، وأعلم أن بينهم تدافع، البعض لا يريد التنظم ويعتبره شكل من التحزب ولا يقره الشرع، والبعض خرج فتاوى قال لا التنظم أولى ودخل في ما يسمى بأنصار الشريعة، ونكون واضحين وبينين وعن إدارتنا وما ذلك به. لكن طالما ليس عليهم إرادة عامة وسياق عام قابل للاختراق، وقد كان أنا أخذ مثال هذا اللي عملنا رابط الجسم الدفاع المواطن، جابوهنا في التلفاز قداش من مرة وطن والمواطن، يعني جابوا له صورة متاعه ويخدم مع سلفي نفس الوجه بلباس آخر وكذا، والصورة الأولى الثانية العاشرة كذا، يعني اليوم اللي يتكلم في كلام آخر كذا، ما يبين بلبسة أخرى وبكذا، يعني ما يبين أنه بالفعل الاختراق موجود. اختراق من من سيري؟ اختراق من الجميع ولا مرتع أنت كما تأخذ، لأنه العمل السياسي اختير، أنت حين لا تؤثر نفسك ولا تكون عين ساهرة على من يتبعونك، ولا تحدد لهم الأهداف القريبة والبعيدة، ولا تكون لك عليهم سلطان أي نفوذ، يعني في النهاية يولي مرتع الجميع. لهنا معناتها الانفلات وارد السلفية سيدة. بطبيعة الحال كشوف توسيع معناتها اللوموش كي شيخ السلفية وقال. شيخ السلفية الشيخ الإدريسي كان راه معطل نفسه عن كل توجيه في الأحداث، وقف في القيروان استنوه قال لن أتكلم، هو دي فتنة
تدافع يقوم لا يتكلم. إذن هذا التنحي العجيب يبين أن هذا التيار هذا بالفعل عليه بمراجعة نفسه، ولنا كن صادقين في هذا، وإلا فهو مرتع للتنطع الداخلي أو للاختراق الخارجي، أو حتى من جهات يعني مشبوهة في الداخل تخدم معناها بأجندات قذرة. هذه لابد أن نعترف به. إذن أنا نقول للتيار هذا إذا كان ثم قياديين خذوا قرار المواجهة والمسلحة عن حين غرة من أتباعهم وهم كثر، ومن أبناء الصحوة الإسلامية ومن أهل هذا البلد، ويحبوا يحطونا في استحقاق جديد وندفع الثمن، ونقول لهم نحن لكم بالضد وبالصد والرد. لا يعقل أنك تأخذ مسار تقديراتك الفردية والشخصية وتقول أي فلنمضي، هذا لا يكون. لذلك الصحوة الإسلامية كفاها منها مؤامرات. الآن الإسلام المعتدل يبيعها بالتقسيط والتقسيط المريح، ووضعية التهور الغربي يحب يوصل فيها الصحوة الإسلامية، والله أعلم من فلتاتها كما وقع في الجزائر. يعني الجياء كان يسير فيها يعني عسكري، مخابرات العسكرية خدم بهم وبعد حبطهم جبل وذبح 500 واحد منهم، قالوا فات مهمتكم. يعني مش لعبرة تقوم بالعمل المادي منين التسلح أنت تحت قمار صناعية وتحت صالات وتلعب اللعبة هذه، نحن نرفضها بالتمام والكمال. إذا لازم يكونوا صراحة، لكن الخيرون الطيبون مهما كان فيهم ضعف كثر وقادرين باش يرشدوا هالمرحلة، وأنا أدعوهم إلى مثل هذا بكل صراحة. لكن بالله ملاحظة صغيرة وعاجلة ما نطولش عليه، النتائج متاع التصنيف هذا اللي هو قلت متهور واللي هو ثمن سياسي دولي كما بن علي أعطاه، هذا أعطاه باش الدكتاتورية تولي مقبولة بالتمام والكمال. ونعرف طول حركة النهضة نذكره قلال وزير الداخلية عمل الصحفي يقول ما يسمى بحركة النهضة، وحتى علي العريض يقول ما يسمى بعلي العريض، حتى اسمه مش مستعرف به، ما يسمى بعلي العريض، ودخلوا البلاد في كلمتهات ما من عائلة إلا تمست، إذا كان مش في العائلة الصغيرة في الأقارب في الأنساب غير ذلك. وضعيات مرعبة عشناها، هي الثمن اللي دفعناها باش بن علي يحكم دكتاتورية مرعبة، وهي اللي استثمروها حتى يسالوا غيرهم مش يقولوا بن علي دكتاتور، لأن من يخذوا دكتاتورية خذوها من الضربة المرعبة للصحوة الإسلامية اللي دامت عقدين من الزمن. يعني هما هذا العنوان ولا رأس مال سياسي حتى العلمانيين اللي خدموا به باش يسوقوا وجهك. إذا اليوم إذا باش تستعمل عنوان الإرهاب، تعرف الشقة وارد انتقام، هذا مصنف إرهابي غدوة حتى مواطن عادي كله عدوي يدخل معه في مواجهة، فهمتي؟ أنت تقع عملية من هنا هناك يمشي يصفي حساباته رأسا، أي تعدى على بحث ابتدائي ولا قضائي ولا غيره، أنت تخلق في وضعية متاع عدوات معناها غير مسيطر عليها لمن تبعون إذن هذه الصحوة الإسلامية وهذه الحالة الشعبية أيضا للناس عموم الناس. أنا أدعو إلى الترشد والتثبت لأن الأمر ليس مجرد قرار أو مجرد الاستهداف لم في قائمة الاغتيالات لم يطل فقط اليساريين أو العلمانيين أو من تم تكفيرهم، كذلك فما ناس نزلت أسماءهم في قائمة الاغتيالات كما سيد فريد البيجي رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية. أهلا وسهلا بك سي فريد معنا مباشرة في رجع الصدى. سي فريد تسمع فينا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سي فريد أنت قلت وصرحت لبعض وسائل الإعلام أنك الآن معك حماية أمنية لأنك مستهدف من أنصار الشريعة. سؤالي كيف يتم استهداف رجل دين من قبل رجال دين؟ يعني هما تيار إسلامي، كيف يتم استهداف رجل دين وأنت محسوب على لست محسوب لا على علمانيين أو يساريين؟ ونحن لهنا ما نقولوش أنه حتى العلمانيين أو اليساريين نشرع استهدافهم، لكن ما الغيب أنه نلقاو اسمك في قائمة الاغتيالات؟ بما تفسر هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبضيوفكم وبجميع مشاهديكم. أولا مما لا يخفى على المتابعين للشأن العام، هم يعلمون أنني يعني رجل يعني أرد وأدافع عن عقيدة البلاد السنية المعتدلة. فوقعت بيني وبينهم وجهات يعني منذ أكثر من عقدين من الزمن أن الفكر السلفي الجهادي يعني يغلب عليه التطرف ويغلب عليه عدم التنظم ويغلب عليه معنى الإقصاء ويغلب عليه الفوضوية.
وهو حيثما ظهروا إلا واخترقوا كما كان يذكر الأستاذ رضا، أنه فعلا يعني حتى التحقيقات والباحثين في قد تبين لهم أنهم مخترقون داخليا وخارجيا وأصبحوا أداة يستعملونها للفوضى. ولكن هذا لا يشمل الجميع، لأن في الشريعة الإسلامية قال تعالى ولا تزر وزر أخرى. فلما صنف يعني رئيس الحكومة أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي فهذا تصنيف سياسي وليس قضائي. القضاء بمنع عن ذلك، لأن القضاء كل إنسان سفريد سفريد سؤالي يعني تم استهدافك لأنك لأني دائما أرد عليه يعني، وأنت رجل. وكذلك هناك نقطة أخرى ذكرها لي بعض الأمنيين أنهم بحكم الاختراق هم أرادوا أن يأخذوا معناها أسماء معناها من المعارضة وأسماء أيضا من اليمين، الاسم معنا مثل السي عامر العريض أيضا استهدف وهو رجل سياسة ورجل دين علم، حتى يعني كأن المقصود من العملية هو إدخال معناها فتنة وفوضى ليسهل عليهم بعد ذلك الاختراق يعني الأمني وإدخال الفوضى في البلاد. والغاية كلها، وهذا الأمنيون الذين تتبعوا التحقيق جيدا ويعرفون التفاصيل معنا أكدوا لي أن الغاية منها هو إضعاف الثورة لاستباحة التدخل الخارجي والهيمنة على سيادة القرار يعني التونسي. ولكن أريد أن ليس من باب الدفاع، رئيس الحكومة ووزير الداخلية صدقوني لم يصنفوا أنصار الشريعة تحت أي ضغط، بل لو كان متيقنا 100% لم يصرح بذلك. سفريد شيما صادرك في هذا التصريح باعترافاتهم وبالأدلة وبالأسلحة في أيديهم بانتمائهم إلى تنظيم أنصار الشريعة. ولكن ليكون في علمكم أن التحقيقات أثبتت أن جماهيرية أنصار الشريعة ليس لهم علم بهذا الأمر وليسوا مشاركين فيه، فلذلك لا يجوز في ديننا أن ندخل هؤلاء كلهم تحت اسم الإجرام والمحاكمات الجماعية، هذا مرفوض شرعا وقانونا. طيب سي فريد أنا سألتك ومنعش كان سمعتني، شنو هي مصادرك تقول راهو السيد رئيس الحكومة ووزير الداخلية لم يصنف تحت ضغط، لم يصنف أنصار الشريعة كإرهابيين تحت ضغط، أنت موجود معهم؟ لا ليس تحت ضغط، بل عن يقين 1000%. شكرا لك لكن فريد هذا الباجي. سياسي وليس قضائي. شكرا لك فريد الباجي رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية. سي ماهر كنت قلت لي انها يمكن مع معلومات استخباراتية. نعم هو السيد فريد الباجي بحكم علاقته ب يعني قربه من جهاز الاستخبارات سواء كان داخليا او خارجيا في الماضي بحكم عمله كمفتي للجيش الاماراتي، كثير من الأسماء التي وردت في القائمة التي عرضتها وزارة الداخلية كثير من الأسماء يراد كأنه يراد لها أن تكون رموز للمستقبل. وزيارة سي فريد بالمناسبة المقر نداء تونس من يومين الكثير قرأها على أنها تمهيد لتسويقه كمفتي للديار التونسية في المستقبل أو لمنصب وزارة الشؤون الدينية في المستقبل. فضف على ذلك انه يعني كل الاعترافات تقريبا اللي اخذت من جميع الموقوفين هي اعترافات مشكوك في يعني في مصداقيتها بحكم انها اخذت تحت الاكراه، كان يفيد ذلك محامي الموقوفين جميعا. الموقوفون يعني النسبه الطاغيه فيهم يعني تعرضوا الى تعذيب شديد، تعرضوا الى الصعق بالكهرباء، عدد منهم يتم إخفاؤه من السجن لمدة أيام حتى يشفى وحتى تغيب يعني أثار التعذيب من على وجهه أو جسمه مثل حالة محمد أمين القاسمي مؤخرا. عندنا حالة الشاب حسام المزليني مثلا ابن مدينة منزل بورقيبة الذي أعطيت له حبوب هلوسة كما يقول هو سويعات قبل عرضه على حاكم التحقيق، يعني أعوان الأمن بعد ما انتهوا من التحقيق معه والآن ما زالت هناك أثار عنف عليه مثل يعني هناك كمية من الدم موجودة في عينه، أعطيت له حبوب يجهل تركيبتها ويجهل يعني مصدرها، 3 أنواع من الحبوب أعطيت له مرة واحدة سويعات قبل لقاء قاضي التحقيق، وفيما بعد لما التقى بمحاميه يقول لقد قابلت حاكم التحقيق وأنا في حالة شبه لا وعي وأرى الدنيا يعني. المهم وصفت لك الحالة ذكرنا بسيناريوهات قديمة هذه ماهر. بالضبط، ولكن في الماضي كان السيناريو يحبك بطريقة جيدة وكان العمل متقن لا يترك أثار ولا بصمات للفشل، ولكن الجدد الآن يعني يتركون آثار ما زالوا مكتسبوش من الخبرة ما اكتسبه نعم اللي قبلهم صحيح. بالضبط.
هذا كان سيد فريد الباجي. حبينا انه ما نغيبوش الاطراف الكل على العديد من الجمعيات الحقوقيه ومرصد سلامه القضاء. قال انه هذا التصنيف هو غير قانوني. قانونيه هذا التصنيف معناتها حتى من وزاره الداخليه اليوم عرضني مقال صغير في جريده الشروق قال انه يحذر على الاعلاميين انهم يتصلوا باي حد من انصار الشريعه او يتعاطوا معناتها حتى في بطريقه معلوماتيه مع هذا التنظيم. يعني هذا مش يخيق او يخلق خناق على حريه الصحافه؟ بطبيعة الحال، وهذه إحدى النتائج الجانبية لهذا التصنيف وربما إحدى الأهداف كذلك. التضييق يعني رفع أو درجة التضييق على المجتمع المدني بحكم أنه الآن ظهيرة كما نعرف البيئة الحاضنة لأي فكر سياسي هو 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 الشعب. الآن الجميع له حرية الحصول على المعلومة خلال الإنترنت من خلال غيرها. فالآن سيتم تشريع وشرعنة التنصت على هواتف النقالة، سيتم شرعنة يعني الخفض من سرعة الانترنت تحت مبررات أمنية. سندخل طبعا على يعني على حرب جديدة على الحريات في البلد. سي رضا، التخنيق هذا على التضييق الخناق على السلفيين وشباب الصحوة وأنصار الشريعة، الآن حقا المواطن التونسي يمكن عنده خلط أو خوف توا شنو نعملوا. ساعات انا نشوف حتى مع زملاء الاعلاميين انه يتصلوا بنا هاتفيا يقول توا شنو نعملوا، معناتها ما عادش كلموهم ما عادش نحكيو معاهم. شنو الذنب يعني شباب الصحوه يعني اللي مش منخرط في اعمال ارهابيه؟ اذا كان نجيو على الناس الكل نقول انهم ارهابيين، شنو مصيرهم في المعيشه نتاعهم اليوميه؟ والله كل من يبيع هذا البلد في المزاد العلني نشكوه الى الله. نقول لك الله يا تونس، لك الله يا تونس، لأنها تحت ضغط مؤامراتي رهيب جدا، والأمر بالوقائع ما عادش يحتاج إلى معناها الاستنتاجات أو الانتظارات. ولذلك نقول لهم اتقوا الله جميعا. واللي باش يدافع على موقع قديم كان يمثل عنده السلطان والجاه وفقده اليوم ويحب يعمل انتصاب فوضوي واللي يخلق وضعية ما يسمى في السياسة بخلق الوضعيات، خلق الوضعيات تم بحدث، تم باغتيال، تم كذا، وضعية يقول اللي مش ممكن ممكن. معناها بعد الوضعية هذه البجي قاسبسي ولا عاد. معناها بعد ما كان مضاد للثورة وقانون تحسين الثورة وطاحت وتبدلت، لازم كنا ناخذ تفاصيل. يعني يلعبوا بينا. يلعبوا بينا واتقوا الله. يعني كي نقول ناخذ نتيجة من النتائج، تجفيف المنابع. هذه من النتائج اللي يحبوا يوصلوا لها. لأنه بعد القضاء أو عنوان الإرهاب عنده عنوان التطرف، والتطرف هي الصيغة الغربية، الإسلام لايت، الحاشم به. تدخل فيه طوعا او كرها والا فانت متطرف. والتطرف والارهاب سنوان مش تحطوا في عنوان ويدخلوا. شكون البلاد اللي ما عندوش مقدار شعبي وظهر معناها الضئاله نتاعو في الناس؟ العلمانيه في تونس تلمها بطم طميمه ما تعملش 2%، وناكدها البلاد هذا البلد هذا اسلامي ويحب الاسلام ومتعطش له عطش معناها الانسان الى الماء. إيش يولي 2% ياخذ البلد ويتكلم باسمه وياخذ الدين ويطوعه كما يحب وياخذ كل الارتباطات. اختطاف، محاولة اختطاف البلد مش الحكم فقط، لمشروع أذاقنا الويلات لأنه هو الذي حكمنا في عهد بورقيبة وبن علي بالسند الغربي الفكري والثقافي والقانوني والارتباط السياسي. هاي المسألة فين؟ لذلك ثم عنوان ثاني جاي، تجفيف المنابع، اللي يولي حتى تفسير القرآن يقول لك القرطبي تفسيره يفسر بالأحكام تفسير متطرف. في عهد بن علي تفسير القرطبي عليه معناها إشارة حمراء، تصور في التفسير قرطبي ابن تيمية ولا ابن قيم ولا غيره، ويدخل لك حتى في تراث الأمة الفقهي والتشريعي. رأى مسألة يعني الآن في مهرجان قرطاج على سبيل النكت القوى الغربية قالوا جهات غربية تدخل قتل مهرجان قرطاج ما فيش عروض غربية بما فيه الكفاية، وفي ممارسة ضغوطات قناة في الصحافة مش ندخلوا عروض غربية فيما حتى في جانب فني وذوقي وما إلى ذلك. فما بالك في دستور، فما بالك يعني يحبوا يأخذونا يعني بالفعل قوم طبع عندهم. لذلك احنا اليوم لابد من اليقظة والتنبه، والصحوة الإسلامية الآن عليها أن ترشد نفسها وأن تقود بالفعل المرحلة بأعلى درجة الوعي، لأن ما يراد بها
وما يراد بإخراجها من الصراع الفكري والسياسي هو الاستفراد بهذه الأمة، ومن ثم فرض الأمر الواقع لستاتيكو كما الدستور. الدستور اليوم أشياء بن علي ما كانش يجرأ يقولها ويعملها. تحطت حرية الضمير، معناها إنسان يعبد الشيطان غدوة يروح لدار أبوه ما عندوش عليه سلطة. حرية الضمير مضمونة في الدستور اللي هي لفظ حتى في الدول الغربية تقع فيه ممحكات، معناها أي اعتقاد في الأبسولي مسموح لك به. يضرب الإسلام تقول له هذه حرية معتقد وحرية ضمير. تحط ما يشبه دعوة إلى الشذوذ وتو نتحدثوا فيه. تحط كونية قيم كونية، كون نعرف الكون أكبر من الأرض، ثم حتى الزيكسترا تيرست شيء كونية باش يدخل تحتها المنظومة القيمية الغربية. حط لي منظومتك القيمية ساعة أنت وقولي هاي وباش ننظر في الغرب ونتحاور. هو لا منظومة قيمية يقدمها وإنما ينخرط إلى حد الانسحاق في الغرب بالتمام والكمال. هالبلاد هذه والأمة هذه ما هيش قيد الإنشاء، مناش في الدقري زيرو في درجة صفر. أمة عريقة وعندها الجدارة، مرت عليها فترات متاع زلات لكنها ليست ظلالات، وقادرة أنها ترجع بإذن الله الذاتية متاعها في أبهى وجوهها، وبإذن الله خير أمة عليها خير الدولة إن شاء الله. زملائي في الغجي قالوا أنه السيد فريد البيجي على الهاتف عنده حق الرد على ما قيل منذ قليل أنه يمكن قريب للأجهزة الأمنية. منعرفش كانوا حاضر معنا في الهاتف، يحب يعاود يدخل معنا. سي فريد السلام عليكم. وعليكم السلام. سي فريد طلبت أنك تعاود تدخل معنا لحق الرد، وهذا من حقك، تفضل. يعني أردت أنه يعني سمعت تدخل الأخ الفاضل أنه قال أني أعد لوزارة شؤون دينية أو لمفتي جمهورية، وأنا قد صرحت في وسائل الإعلام وطلبت من جميع مشايخ جمعية دار الحديث الزيتونية رسميا وشرطا أساسيا للانتماء لهذه الجمعية أننا لن نتقلد لأي منصب سياسي حتى الموت. وهذا معناها بيان مني وعهد لليمين واليسار والوسط والشعب التونسي أن فريد الباجي لن يكون معناها في أي منصب سياسي حتى الموت. وهذا قلته للحكومة والمعارضة. وأما للقاء السيد الباجي قاضي السبسي، لماذا لا يذكر لقائي كذلك للشيخ عبد الفتاح مورو ولقائي للشيخ حماد جبالي؟ أما بكوني مفتي الجيش الإمارات العرض الضعيف صرحت مباشرة وعلى المباشر في قناة إعلامية لا داعي لذكر اسمها وبجنب قوات الأمن والناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع سابقا، وقلت لهم سيناريو مصر ممنوع في تونس ولا للانقلابات العسكرية، وأشكركم على حيادكم. وأنا صرحت الجمعية بأننا ضد الانقلاب العسكري الذي تم في مصر، وجئنا مخالفين لفتوى مشيخة. شكرا لك سي فريد، واضح تدخلك، تركنا لك حق الرد، واضح الفكرة. لأن مؤسسة وليست شخصنا. معاش عندي برشا وقت سي فريد، مضطر اني نقطع المكالمه الهاتفيه. شكرا لك، تدخل سي فريد الباجي رد على تصنيفك. شكرا لك سي فريد، شكرا لك، حطينا له حق الرد، وهذا من حقه سي فريد طبعا. نمشيو لاحتمالات، احتمالات لسيناريوهين كانوا من المحتمل انهم قام بكتابتهم وحكايتهم حكايتهم. ابي عياض مع زميلنا حمزه برجب، نمشيو نشوفوا الريبورتاج الموالي وبعد نرجع لكم نكملوا في موضوع حصتنا اليوم. أبو عياض صرح منذ سنتين أن لديه معلومات وتسريبات استخباراتية مفادها أن أطرافا سياسية متكالبة على السلطة تنوي القيام بسلسلة من الأعمال الإرهابية كالاغتيالات والتفجيرات، وستنسب هذه الجرائم لتيار أنصار الشريعة، وسيتهم الشباب السلفي ظلما وبهتانا، وذلك بغاية خدمة أغراض سياسية لها علاقة بالانقضاض على الحكم وتقديم التيار السلفي ككبش فداء تمهيدا لظهور ديكتاتورية جديدة على حد تعبيره. كما أكد أنهم لا يفكرون حاليا في عمل مادي مسلح، وأن الأولوية عندهم الآن هو العمل الخيري والدعوي، وأن التيار الجهادي بريء من أي عمل مسلح يمكن أن ينسب لهم. هذا التصريح إما أن تكون الأطراف السياسية التي تحدث عنها أبو عياض قبل حدوث سلسلة الأعمال الإجرامية قد مرت فعلا في تطبيق مخططها الإجرامي وتلبيس أنصار الشريعة التهمة كما سبق الحديث عن ذلك. وهذا الاحتمال إن تأكد فهو يشير إلى خطورة الأمر والقدرة الكبيرة للفاعل الحقيقي على اختراق أجهزة تيار أنصار الشريعة
وارتكاب أعمال إرهابية باسمه. أما الاحتمال الثاني فهو لا يقل خطورة عن الأول، وهو أن أبو عياض وأنصار الشريعة متورطون فعلا في هذه الأعمال. وما هذه التصريحات إلا لإبعاد الشبهة ولغاية الاستهلاك الإعلامي، وأن ما آتاه أبو عياض من تحذير وتأكيد البراءة قبل حدوث الجرائم يندرج في باب التمويه. إن حدوث العمليات الإرهابية في كل دول العالم تتزامن دائما مع التفاف سياسي ووحدة وطنية، كما حدث سابقا في دول أخرى التي تعرضت للإرهاب، إلا في تونس فقد تزامنت الاغتيالات وأحداث الشعامبي مع محاولات مجموعة لشق الصف الوطني وبث البلبلة والفتنة والمطالبة بحل كل مؤسسات الدولة الشرعية، تمهيدا للفراغ والمصير المجهول تحت مسمى حكومة إنقاذ وطني غير شرعية وغير منتخبة. والدلائل الحالية الآتية من مقار الحكومة والرئاسة والسفارات الأجنبية تؤكد أننا في اتجاه هذه الحكومة التي يسميها البعض حكومة انتخابات والبعض الآخر حكومة كفاءات، في حين يصر اليسار على تسميتها حكومة إنقاذ، فقد تعددت الأسماء والمسمى واحد. إن هذه المعطيات تؤكد أن أبو عياض إن ثبت تورطه في سفك الدم التونسي قد نجح في الوصول بنا إلى وضع سياسي جديد لم تنجح أحزاب المعارضة مجتمعة وبطم طميمها في إحداثه، رغم محاولات التجييش والتمويل والنزول للشارع للمطالبة بحل الحكومة الشرعية وتعويضها بحكومة إنقاذ. كما أكدت المعارضة صراحة أن تشكيل هذه الحكومة الجديدة سيضع حدا للاغتيالات السياسية وسيطفئ نيران جبل الشعامبي للأبد. فهل نجح أبو عياض وتيار أنصار الشريعة في تحقيق حلم من أحلام المعارضة التونسية فشلت في تحقيقه منذ 30 شهرا رغم كل محاولاتها المتعددة والمتكررة في كل المناسبات، أم أن في الأمر خفايا وألغاز لا يعلمها إلا علام الغيوب؟ شكرا لك زميل حمزة بن رجب، قمت بهذا التقرير احتمالين اثنين مع ضيفي سي ماهر زيد وسي رضا بالحاج، باش نحاولوا انه نحلوهم مع بعضنا. هل انه السيناريوين ذو سيناريوات، هل انه انصار الشريعه وابي عياض وجماعته هو حذر فيما سبق من حمام دم من هذا السيناريو، ام هو معناتها عمليه تمويه باش يوصل الى مراده؟ مش نبداو معك سي ماهر. وبطبيعة الحال كل شيء ممكن، ولكن أرجح الأقرب. الأقرب بالضبط، الأقرب هو أن يكون التنظيم مخترق. معلوم أنه الاختراق عنده هدفين عادة، اللي هو إما استجلاب المعلومة أو تفجير الطرف ذاك من الداخل، إحداث فتنة أو مشكلة أو لينهار من تلقاء نفسه. في حالة أنصار الشريعة الهدف لم يكن فقط استجلاب المعلومة، وإنما هدف اختراق التنظيم هو ارتكاب أعمال قذرة به، كما حدث في تجارب دول مجاورة وأخرى في العالم، يعني حل هذا التنظيم واحتساب كل الجرائم على هذا التنظيم وما شبهه من التنظيمات التي تنتمي إلى نفس التيار الفكري ينتمي إلى هذا التنظيم. عندما ننظر كما قلت، عندما ننظر إلى سلسلة الجرائم التي حصلت وحسبت على تيار أنصار الشريعة من اغتيالات وتفجيرات وغيرها، وننظر إلى الأفراد القائمين على هذه الخلايا الإجرامية، كل هؤلاء الأفراد بدون استثناء القائمين على هذه الخلايا هم أفراد لهم سوابق عدلية، إما في تجارة المخدرات بالجملة أو تكوين عصابات في الغرض، إما حتى من الشذوذ، منهم من يعني كان يعني منخرطا في أعمال شاذة ولا أخلاقية، منهم من له عادة تسليم نفسه الى الخصم، مثل حاله المسؤول الخليه الاجراميه الاخيره. ما كانوش محكومين على خاطر تبنيهم لفكره او عقيده، كلهم سوابق عدليه بامتياز. ابدا، الا انه هناك بعض الافراد تم انتقائهم بعنايه، كما قال الاستاذ رضا، عليهم ملامح تدين. مثلا الشخص اللي استاجروا عنده السياره اللي بعد اغتيال شكري بالعيد تم الفرار على متنها، واللي السياره هذه على متنها تم مراقبه بيت شكري بالعيد. من جملة 400 شركة تقريبا في البلاد اللي تأجر السيارات، ما اختاروا إلا شخص عليه ملامح التدين ومواظب على الصلاة في الجامعة، مشاو له وكراو من عنده السيارة. اثنين، الشخص اللي على أساس كمال القذقاذي يركب وراه على الدراجة النارية
تم انتقاء شخص بعناية، شخص يافع يعني شاب صغير في العمر عليه علامات التدين من خلال لباسه وكذا، تم اختياره وتجنيده من خلال ربما حاجته المادية أو حاجته إلى العمل، فتم يعني الإنفاق عليه أموال يعني كبيرة برشا لا تتلائم مع الوضعية الاجتماعية. نعم، وهذا نبهنا لي وقلنا في الماضي أنه من المفروض لو كانت العملية تقف وراها جهة إيديولوجية لم يكن ليدفع لهؤلاء الأفراد حتى يرتكبوا هذه الأعمال. في هذه الحالة دفع لهؤلاء الأشخاص، دفعت لهم أموال وامتيازات مقابل أن يقدموا خدمات معينة دون علمهم بأنه سترتكب جريمة باسمهم. واضح. باش نرجع لك سي رضوان بعد نرجع للسي ماهر فيما يخص انه الاختراقات والسيناريوهات محتمله مع الدول الجوار، شنو يمكن يكون موجود في الجبال الشامبي في هذه الفتره. لكن سي رضا، منذ قليل كنت تقريبا اشرت الى السيناريو انه تنظيم انصار الشريعه هو تنظيم مخترق، يعني العمليه الاحتمالين بين التقرير اللي شفناه ماهوش يعني هل هو تمويه أم هو مخترق؟ والله هو البلد هذه البلدان بصفة عامة العربية والبلاد في العالم الإسلامي بين أنها أقل من دولة، والآن وقد دخلنا في وضع ثورة، هي أقل من ثورة بالإرادة متاع الرسميين، لكن إن شاء الله بإذن الله في ذمة الشعب وفي ذمة الناس ثم تطلع كبير وعريض وبإذن الله استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الإسلام. لكن ما ثماش استراتيجية، أمن استراتيجي اللي يبحث 30 سنة و 40 سنة القدام، واللي يبحث المدل الجغرافي، يبحث حتى الأطراف البعيدة المحتملة، مش حتى اللي اختارها ماحق وإنما فيها احتمال، وهذا أمر فظيع. يعني يتركوننا في مهب الأحداث ومرتع للمخابرات. نقول في تونس لم يقع تفكيك ولو خلية مخابراتية منذ الثورة إلى الآن. هل نحن آمنون؟ جماعة عاقلين زعما رايدين خلونا في أمن وأمان وما مش داخلين على البلد، ما عندهمش مصالح، ما عندهمش نفوذ، ما عندهمش إعادة تموقع وإعادة انتشار؟ ورونا جاوبونا. يعني ولا مرة شفنا يعني المعلومة المحينة اللي تبين لنا أن ثم إرادة اختراق على الأقل من جهات أجنبية، وهي كثيرة، مع أنهم يسمحون بالتمويل الأجنبي كما قلت في الجمعيات، وهو اختراق لا ترضاه الدول العزيزة اللي تحترم نفسها. وهذا مقام اثنين. ثم محطات غامضة، كلام اللي قالوا أرادوا، نعم أرادوا، أنا نأكد اللي وقع في تونس كان برضا وتسهيل وموافقة من جهات. الفاعل هذاك النهائي اللي قام بالعمل اللي طلع على مطور هذا بالنسبه لي هذا يمثل جزء بسيط، هذا عميل صغير او مغرر به صغير فقط. اعطينا الصوره كامله. نصر العكرمي يقول ان جهه اجنبي مخابراتيه قتلوا باجي قاسم السبسي، يعني في منها مهدد بالاغتيال، تذكروها في الصحف الصفحه الاولى، يعاد عيط له حاكم التحقيق يرفض الانصياع إلا عن طريق وكذا وكذا. من قال له؟ هل هو على سيرة بجهة مخابراتية؟ من أمن معلومة صحيحة ولا ما صحيحة؟ إذا كانت غير صحيحة فهي للإرباك وعليها تبعات، وإن كانت صحيحة فمن أي جهة تجيئه؟ ما هذا الاختراق؟ اثنين، قالوا اغتيال شكري بالعيد ثم لقطة في التلفزة فيها منها غيظ وما إلى ذلك، وجابانا سي وزير الداخلية أو جابونا في الوزارة، هي اللي خلات الجانب العقائد حرك خذوا أمر اغتيال، في حين الأمر خلاف ذلك شكري بالعيد كان يقول أكثر من مرة إن عليه تهديدات ويلاحظ أشياء لمدة طويلة، سمعتها منه شخصيا، ظهرت معه في برامج تلفزيون وغيرها، عليه ذلك برنامج هز موبيلات عبي ترتين سونس مش قتله تركبش به. إذا كان ثم الحقد هذا العقائدي مع السي الحاج محمد إبراهيم، شنو اللي يخلي التيار انصار الشريعه ولا الناس اللي عندهم مجرد معناها امتلاء عقائدي، شحن عقائدي هكا في خطوطه العريضه، يتوجه هذا التوجه بذلك الغيظ وفك الوقت القياسي ويؤدي الجنود؟ اذا ثم سكول با ما تركبش، اين النسق الفكري والعقدي وحتى السياق السياسي؟ اذا اسئلتنا لكم نقول حارقه، وهي التي ستكشفكم وسندوم عليها ونستمر عليها، لأن أمن البلاد يهمنا قبلكم حتى لا يزيدوا علينا أمن البلاد. قطر الدم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم، صغيرهم ككبيرهم وشريفهم كيف عام العام فيهم، كلهم تتكافأ دماؤهم وهم يدن على من سواه،
ونحن باش نحطوا ايدينا المخلصين الصادقين على من سوانا ومن سوانا نحسبه يعني مندسا في هذا البلد ويتاجر بالسياسه ويريد ان يقضي الحكم له. اذا المساله ما هي سهله كما يحبوا يلقمونا، مش وليدات صغار وما عادش يمكن اخبار الثمانيه تكون هي فنتي من الحاسمه اي تعطى فيها كلمه وغدو نصبحوا معناها فنتي نحلوا فيها والا نقبلوها ما عادش تقبل. نمشيو للجهات الاجنبيه. مساج الجهات الاجنبيه سامحني في رايي ما دخلت الاستاذ رضا اللي قال غريب انه الى حد الان عامين وثلاثه بعد الثوره ما نكتشفش حتى مؤامره فيها اطراف خارجيه او خليه او كذا. وفي الحقيقه استاذ لو نرجع للسنه الفارطه عندما تحدث لطفي زيتون في أكثر من مناسبة على وسائل الإعلام وقال اكتشفنا مؤامرة فيها أطراف داخلية وخارجية أو بالأحرى أطراف داخلية تستقوي بالأجنبي وسنكشف خلال أسبوع عن فحوى هذه المؤامرة، ثم أعادها بضع مرات، استمر الموضوع أسبوعين والناس تستنى ثم فيما بعد صمت. والحقيقة أنه وارد الحزب الذي ينتمي إليه قاس المصلحة بالمفسدة وحجم العلاقة بهذا البلد الأجنبي. ومقايضة الملفات. نعم. وزير الداخلية قال هناك أمنيين يتلقوا أوامر من الخارج، قالها جهار سعلي العريض وقتها، قال يتلقون أوامرهم كلمة خطير. يعني هنا تبعاته وإن أشخاصه أين يعني هنا حقيقة معناها يلعبوا بعقول. أنا أستاذ اليوم الثاني بعد اغتيال محمد إبراهيم الله يرحمه اتصل بي تلفزيون أجنبي من فرنسا تحديدا خلينا نكون صريحين وعرض علي يعني مداخلة في برنامج إخباري، فذهبت في الموعد ووجدت الفريق التلفزي وجدتهم عندهم قائمة فيها أربع أسئلة. السؤال الأول الموضوع كان هو الإرهابي المجرم مزوج الجنسية أبو بكر الحكيم. السؤال كان كم هو معروف هنا عندكم في تونس عن أبو بكر الحكيم؟ كم معروف داخل المجتمع عندكم عن أبو بكر الحكيم؟ سؤال واحد. ومن يطرح السؤال بديت أشم رائحة غير صحفية. ثم السؤال اللي بعده كان ما الذي يجعلكم تظنون أنه إبراهيم أنه أبو بكر الحكيم تلقى إشارة من أفراد داخل جهاز الأمن حذروه حتى غادر البيت دقائق قبل أن تحدث عملية المداهمة؟ مقرونة سخونة والقهوة سخونة كذا. مقرونة والقهوة سخونة. نعم. فمر يوم اثنين ثلاثة عشرة أيام لم تعرض هذه التلفزة مداخلتي فرفعت التليفون. كانت نوع من الاستفتاء يعني حبيت. نعم اتصلت بهم. المهم قلت لهم علاش ما يعني ما سمحت شيء. قالوا لي لا إدارة التحرير شافت أنه مش من الأجدر أن نبث المداخلة. فرجعت لزميلي في المؤسسة التي ننشط فيها عرفت الموضوع قلت له صار معي كذا كذا. قال لي قديش مرة صارت معك؟ قلت له مرة صارت معي. قال لي أنا صارت معي ثلاث مجلات فيها المكتوب وفيها المقروء وفيها المسموع، يجي صحفي أجنبي يجلس معك ساعات ويحرر ويكتب يقول لك ثلاثة صفحات لازم نعبيهم وبعد يهز روحه ويمشي ولا يتم نشر ذلك من ذلك شيء. فالسؤال هنا لفائدة من تجمع هذه المعلومات؟ هذا ينتحل صفة الصحفي في حين أنه يجمع المعلومة لفائدة جهة أخرى غير صحفية. هذا على في خصوص الاختراق الخارجي. الاختراق الخارجي. ما زلت باش نرجع لك ماهر على يعني الاختراقات والتواجد الأجنبي في تونس خاصة، لكن منذ أيام وفترة يعني مش بعيدة برشا منذ أربعة أيام تقريبا مراقبون ومحللون سياسيين عالميين جزائريين قالوا أنه تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي له تداعيات خطيرة جدا. معنا على الهاتف السيد عيسى بالهادي أمين العام لجبهة الحكم الراشد بالجزائر. أهلا وسهلا بك سي عيسى. لو تسمح اسمعنا من الهاتف سي عيسى. سي عيسى تسمع فينا؟ الو اهلا وسهلا بك سي عيسى بالهادي. الو نحن نسمع فيك سي عيسى. اولا الجزائر تونس ليبيا في النهايه كلها منطقه غربيه واحده. نتمنى. الو نسمع فيك سي عيسى نسمع فيك. الو هل تسمعي؟ نعم لو تسمح. ألو. لو تسمح سي عيسى اسمعنا من جهاز الهاتف لانه جهاز التلفزيون يرجع صدى. عفوا لو تسمح اسمعنا من الهاتف سي عيسى. الو الو نسمع فيك.
كما قلت نحن في الجزائر وخاصة في باسم جبهة الحكم الراشد وفي إطار السياسة العامة للدولة الجزائرية في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، نعتبر أن الجزائر هي قطعة من المنطقة المغاربية التي دائما نطمح إلى إعادة بعث مشروع اتحاد المغرب العربي الكبير من ليبيا إلى موريتانيا، منطقة مغاربية عربية إسلامية موحدة موحدة. هذا من جهة. من جهة أخرى، ما حدث من تداعيات بعد ما شهدته من دولة تونس من ثورات باسم الربيع العربي وبعدها ليبيا إلى غير ذلك، والآن كما نعيش من تحديات على منطقة جنوب الجزائر في ما يسمى بمنطقة الساحل وما تعيشه منطقة مالي والنيجر إلى غير ذلك، كل هذا وذاك يؤثر حتما في منظومة أمن منطقة شمال إفريقيا. وتونس عاشت في الأيام الأخيرة بعض التأثيرات الناجمة عن بؤرة التوتر والانفلات الأمني وتسرب الأسلحة من ليبيا، أيضا في منطقة الساحل مالي والنيجر. وأظن أن الجزائر وبعد التجربة التي خاضتها في مجال مكافحة الإرهاب لها من الأهمية بمكان ما يجعلها في مستوى التصدي لأي جهد إرهابي مهما كان، خاصة إذا تعلق بعلاقات الجوار أو ضمان علاقات الجوار وتأمينها مع الشقيقة تونس وليبيا. قرار الحكومة التونسية باعتبار أنصار الشريعة الإسلامية في تونس منظمة إرهابية، هذا قرار داخلي ونحن نحترم كل شأن داخلي لأي دولة، خاصة إذا كانت هذه الدولة شقيقة وصديقة نتقاسم معها الماضي والحاضر والمستقبل. وبالتالي في النهاية هو قرار داخلي. نحن في جبهة حكم الراشد السياسي ناشئ يطمح إلى الفعل، إلى تكريس الفعل الديمقراطي وتكريس حقوق الإنسان والحريات العامة إلى غير ذلك. نرى أن إذا كان هذا أنصار الشريعة الإسلامية إذا كان حزب معتمد وتم حلها واعتبارها، هذا شأن داخلي أظن أننا من حقنا التدخل فيه ونحترم إرادة وتوجه السلطات التونسية القائمة فيما تراه صالحا لتونس ومن تونس واستقرار تونس. طيب سي هادي، ما حدث مؤخرا من قرار منطقة المعزولة بين ليبيا والجزائر وتونس، أرى أنه من الأهمية أن يكون هناك تنسيق وتعاون عالي المستوى لتأمين الحدود ولضمان تأسيس جبهة موحدة للتصدي لمكافحة الإرهاب حتى تكون منطقة الدول اتحاد المغرب العربي منطقة خالية من الإرهاب وخالية كل ما من شأنه أن يساهم في توتر العلاقات وخاصة حسن الجوار. من ثم نحن نعرف أننا تونس بلد آمن، بلد سياحي، هو قبلة كثير من طيب. الجزائريين. شكرا لك سي عيسى بالهادي أمين العام جبهة الحكم الراشد بالجزائر. عاش عندي برشا وقت، حبيته يجاوبني بطريقة مش دبلوماسية كمستنسية بالسياسيين. شكرا لك سي عيسى بالهادي. نرجع للأستوديو، نرجع مع ضيفي سي ماهر باش نكمل معاك تداعيات أنه التنظيم أنصار الشريعة يكون تنظيم إرهابي، وماذا حقيقة التواجد الجزائري في الأراضي التونسية. وهنا شفنا منذ قليل معناتها حكينا في أول حصة إصدار قرار منطقة عازلة بين تونس والجزائر، التواجد الجزائري في جبل الشعامبي. نعم، في مرحلة أولى يبدو أن السلطة في تونس أرادت أن كما يقال تغطي عين الشمس بالغربال، تحديدا وزارة الداخلية. أثناء الندوة الصحفية
رفضت الوزارة الاعتراف بوجود إرهابيين من جنسية أجنبية في جبل الشعبي. أنا كنت حاضر في الندوة الصحفية، وكان هناك زميل جزائري من التلفزيون الجزائري طرح السؤال على السي العروي، قال له ما هو دور لعبته العناصر الجزائرية في، فقال له حرفيا، قال له الرجاء التثبت من المعلومة وعدم بناء يعني تقريركم على تسريبات وكذا، ثم نحن لا نريد أن نسيء علاقاتنا بالجوار بناء على التسريبات. ولكنه في نفس الوقت تحدث على ليبيا وتحدث على مالي، هذا مش مشكل، لكن الجزائر مشكلة أن تحدث عنها واليمن. ثم بعد يومين اللي هو البارح، بعد ما شفنا الاعترافات الغير قانونية وغير أخلاقية التي قام بها هؤلاء الأشخاص الموقوفون، قالوا بأن الموجودين في الجبل وبين ظفرين أمراء هذه المجموعة هم من الجزائريين من المتمرسين. ونلاحظوا كذلك من مصادر خاصة على فكرة وموثوقة بأن الجزائريين هؤلاء سنهم يفوق سن الشباب التونسيين بثلاثين سنة في بعض الحالات. بعض التونسيين موقوفين عمره 15 سنة، 15 سنة عمره موقوف، في حين معدل سن الجزائري الموجود في جبل 50 سنة تقريبا. 50 سنة. نعم. وأمير هذه المجموعة بن ظفرين هو شخص جزائري، والذين أقدموا على ذبح الجنود القوات الخاصة هم كذلك من 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 الجزائريين، زائد كمال القذقاذي كما يقول أحد الموقوفين. في حين أن الدولة الجزائرية في ذات الوقت منذ 6 أشهر تصرح وتقول لا علاقة لنا بما يجري داخل التراب التونسي، ونحن من جهتنا نشرنا 11,000 جندي لتأمين الحدود الجزائرية التونسية، لتأمين عدم تسلل أشخاص من وإلى من أو إلى. في نفس الوقت نشوفه بعد اعترافات هؤلاء الأشخاص بأنه اللي قائمين على الأعمال هذه هم من الجنس من الجنسية الجزائرية. الجزائرية. نعم. وفارق السن زاد على ذلك. هذه ماهر معلوماتك الخاصة. هذه معلومات مؤكدة وغير قابلة للطعن. ومن أراد أن يطعن فأنا معرض نفسي للمساءلة القانونية بطبيعة الحال إن كنت يعني. خاطر تصريحات نعم. خطيرة هذه. نعم. تقول نعم. أمير الجماعة الموجودة في الجزائر هو في جبل الشعبي هو جزائري. بل أميرين. أميرين. نعم. عندك أميرين. الأسماء ماهر. الأسماء بطبيعة الحال يحيى اسمه الحركي اللي هو في الحقيقة إسماعيل الغريسي. واللي بالمناسبة نحن نستغرب كيفاش وزارة الداخلية اللي عندها صورته وما نشرتش صورته للإعلام، والعملية هذه عملية نشر الصورة هي في الحقيقة راهي تسرع في عملية القبض على الناس هذوما وفي عملية اكتشافهم، كما في حال حكينا في الماضي أشهر الوراء في حالة أحمد الرويسي قاتل شكري بالعيد، وقلنا إنه أجهزة الأمن عندها صور غير الصورة، صورة حديثة عن الصورة القديمة نشرتها، لماذا لا تعممون نشر الصور؟ لماذا لا ترصدون بعض المبالغ المالية ولو رمزية لتشجيع الناس ويعني حطينا الناس قدام مسؤوليتهم وتشريكهم في عملية البحث عن هؤلاء القتلة؟ الأمير الثاني بن ظفرين الأول يحيى، هذا هو يحيى إسماعيل الغريسي، الثاني مدعو أبو أيمن، هذا كذلك بن ظفرين الأمير على جبل صمام، في حين الأول هو على جبل الشعامبي، مقسمين يعني. نعم. ويتحركون بأريحية ويصعد إليهم الغذاء والأكل وكل شيء متوفر، ولكن كذلك يدخل في باب كيفاش القصة هذه، أعتقد أن جزء كبير منها مركب. الموقفين وقت يتحدثوا على جلب الأكل، على فكرة المجموعة التي تم إيقافها هذه ليست مجموعة مقاتلة، هذه مجموعة دعم لوجستي، يقومون بشراء الغذاء من القصرين، مدينة القصرين، يمشون على الأقدام وعلى وسائل نقل خفيفة مدة 15 كيلومتر تقريبا، مجرد وسيلة يعني. نعم. مقابل عملة، مقابل عمولة تدفع لهم بالضبط، بالعملة الأجنبية تدفع لهم بين 100 إلى 200 يورو تدفع لهم. والغريب على فكرة في مشتريات، نعم الغريب في الصعبة. بالضبط. الغريب في مشتريات وفي طريقة أكل هؤلاء الإرهابيين أنه يأكلوا قد طماطم قد الهريسة، هذه معلومات خاصة ما حكيوش عليهم بتبعت لها. يعني نعم، كل واحد فيهم كيقول أنا راني مشيت نتمول للجماعة ذوما، شريت كذا كيلو مقرونة ولا كذا كيلو كسكسي، وراني شريت لهم 24 كيلو طماطم و 24 كيلو هريسة، والآخر يقول راني شريت لهم 10 كيلو طماطم و 10 كيلو هريسة، هذه تعاودوا 4 ولا 5 ولا 6 مرات، فتحس أنه شوف الإنسان كيف يقول معنا حبل الكذب قصير، معنا هل هذه صدفة، هل هذه معقول الشيء هذا؟ نعم.
طيب هذا فيما يخص التواجد الجزائري في جبل شعابي وحقائق كنت تحكي لنا فيها. حقا لهنا يلزم إعادة الحسابات خاصة من التصريحات اللي جينا من وزارة الداخلية. ما عادش عندنا برشا وقت، لكن سيدي ذا بالحاج، هل هي بداية صراع الحسم في المرجعيات الإيديولوجية بين التنظيمات الإسلامية ومشروع الإسلام السياسي في تونس أم لا؟ نعاودك السؤال سيدي ذا، هل هي بداية الصراع للحسم في المرجعيات الإيديولوجية بين التنظيمات الإسلامية ومشروع الإسلام السياسي في تونس؟ بي. أستاذك وبعجالة مدام الحصة تشرف على الانتهاء، بعجالة باش نتحدث في المسألة هذه من الجزائرية تحديدا، أطراف جزائرية، احنا ما نسموش البلد من حيث هو بلد والخيرين والطيبين، يعني لماذا لا يعطونا الجواب الشافي؟ الأسئلة مطروحة وطرحها الإعلاميون والسياسيون وكل الناس. على فكرة مش كان جزائري، فما تسريبات سياسية، فما سوريين كذلك، يعني تم استدراج موريتانيين. نحن لماذا لا يعطى الجواب الشافي؟ نعرف المعلومة الأمنية حساسة، ولكن أنها تصبح معلومة للتضليل وليس للإرشاد. لكن نخلق أزمة مع دول الجوار. إذن نحن أمام سلطة وحكومة أجبن من أن تعطي حتى المعلومة، لا أن تتخذ القرار. الأصل في الدولة تتخذ القرار ولو لزمها الحرب. نحن ما وصلناش لهذه. إعطاء المعلومة، تحريرها، تسريبها، إعطاها للثوريين، للناس الخيرين، الناس تشتغل، هذا يهمنا. ما تحطوناش في الغموض، يزينا من 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 من, من هذه الوضعية الظلامية بالفعل القاتمة. إذن أنا أدعو في هذا السياق منها الناس الخيرين والطيبين في المؤسسة الأمنية ولا في المواقع الحساسة، وما هيش خيانة يا خويا، اقلبوا طاولة القمار واعطونا الحقيقة. رانا راهم ماخذيننا رهينة وتحت عنوان إرهاب، يحبوا يعصرونا ويحبوا هذه الثورة يصفيوها ويحبوا هالبلاد معناها يسيطروا عليها أي مسيطرة، ويحبوا يحطونا في الوضعيات المشبوهة ويعاودوا يبيعونا، يعني معناها بيع نخاسة. اليوم الصادقين وما أكثرهم والطيبين وما أكثرهم أعطونا المعلومة صحيحة واخترقوا وراكم جزء من سياق الأمة. به في مهم الجزائر تكون أعطيكم الخبرة الجزائرية، نعرفوها خبرة الأمن الجزائري، هي خبرة اختراق ووظفوا الإسلاميين وخدموا بهم وأصبحت عربي زيتوت أشهرهم، اللي خرجوا بين أنه مذابح كاملة قام بها الأمن بلحيم مصطنعة وغير ذلك، وهي اللي قلبت الطرح كامل في الجزائر. وكل العشرية سيئة جدا، رضا مالك اللي كان رئيس وزراء قال علينا نجعل الرعب في صفهم، وبدأ منذ قوله ودخلوا عملية الآن أصبحت يعني متاحة لأي باحث بشقه. إذا كان خبرة أمنية من نوع هذا، هذه تزيد الشبهة، لأنه يقولوا اخترقهم واصنع بهم الوضعيات باش تصفيهم وتصفي الصحوة الإسلامية، نرجع لجوابك، ومن ثم يعني تصفية ما لم يقدروا عليه فكريا وهو الطرح الإسلامي العظيم المتعاظم اللي هو الوحيد القادر باش ياخذ المرحلة والقادر باش ينقذ هالأمة بعد ما عملوا بها من هزونا شذر مذر، باش يصفيوه بعنوان الإرهاب. ونرجع، الإرهاب هو غول دولي يراد به من امتصاص هالصحوة الطيبة بتموقعات مشبوهة وموبوءة. في هذا السياق نقول إذا ثم أسئلة لم يقع الإجابة عنها، والشعب راهو ذكي ولن يقبل الرواية المسطحة والبسيطة، ولن ينخرط أيضا فيما يراد من تجفيف منابع أو في محاربة معناها محاربة معناها التضاد، باش تولي في الحم، باش تولي في المساجد، باش تولي وضعيات اللي يحبوا يوصلونا لها، باش هم يجيوا في شكل منقذين. يعني سبحان الله، يعني عجز فعلي في السياسة وعجز بدني، ناس في التسعين سنة وذهني، وباش ياخذوا البلاد على جماجم ولادنا قتل مشبوه ثم ياخذوا النتائج. قانون تحسين الثوره نختم به، قانوننا وقت يتحط قانون تحسين الثوره بدايه تبحث، قالوا راهي البلاد باش تدخل بعض، هاي دخلت بارك الله فيكم، قالوا راهي باش تشعل فيها النيران، هاي شعلت النيران. اذا من هنا من تصريحهم من فمهم ناخذ من قولهم تصريح تحسين الثوره التوا وكيقراش غنوشي قالت نحى قانون تحسين الثوره ولا معاش محل نظر وقع دم. قلت وبين هذا وهذا وقع الشبهة عليكم، وفي الحديث الشبهة عليكم، معناها قمت علينا كل أنواع التهديد وشفنا ولقينا دم ولقينا فوضى ولقينا مجازر. إذن في النهاية معناها السؤال في ذمتكم قبل أن يكون في ذمة هذا المغربي 17 سنة، طفل عمره 17 سنة شعام بيقال هذا التليفون سبة الأمن، وهي على علاقة برا بش اسمه أبو عياض وكذا، وهي تمثل كتيب 17 سنة، شكون يهز تليفون ويكلم الأمن يسب ويعرف تليفونه ومرقب تيب من تركبش ساكول با، ولا من هو عنده علاقة بعياض تمثل كتيبة وتمثل كتيبة. يعني حقيقة أي ندرك أمنيين كثير مخلصين وطيبين وفي الجيش وفي غيرهم يعرفوا أنهم جزء من سياق الأمة وأنهم هاته موقعات فايقين بها، وإذا كان أنا كسياسي فايق بعضها هم فايقين بالكثير منها يا أخوي ينقذونا.
انقذونا، بجاه ربي انقذونا، وما تخلوش الناس المتسلطين والعملاء يعاودوا ياخذوا البلاد ويتموقعوا علينا ويحضروا لنا مجزره. سي ماهر زيد، السيناريوهات المحتمله بعد توا كنت بكري قلت لي في الحصه انه موضوع جبل الشعاب يعني تم توا ما عادش نسمعوا به برشا، وليت نحكيوا على التوافقات في الحكومه معناتها حكومه جديده والارهاب حطيناه على شيره، شنو السيناريوهات المحتمله بعد الفتره هذه؟ هو في الحقيقه مش ما عادش نسمعوا به يعني تم تغيير، وانما هدا الوضع يعني بقدره قادر هدا الوضع في الجبل، توقف القصف، توقف قتل الجنود، توقفت العبوات الناصفه. وعلى فكره كما الاولياء الصالحين نعم. المقرات نتاعهم يجي 80 وبعد ما فما شيء نعم. شكون بدا نعم. شكون كمل نعم. على فكره احنا اثناء تحقيقنا الميداني في القصرين تحدثنا مع بعض افراد الاطار الطبي في مستشفى القصرين، فيقولوا انه الاعمال هذه بدات تقريبا من مده 8 اشهر. الغريب في الامر انه هناك ما بين 50 الى 60 عون حراسه الغابات ويسلكون نفس المسالك التي يسلكها افراد القوات المسلحه. الغريب في الامر الاطار الطبي هذا يقول مجاني، حتى واحد يشكي ولو حتى بكرشه توجع، كانها العبوات هذه ذكيه جدا ما تنفجر الا في سياره الجيش، وهي نفس المسالك يوميا يمر بها حراس الغابات وافراد القوات المسلحه. على فكره في خصوص المستقبل انا اتوقع كما توقع الاستاذ رضا انه اما ان يكون هناك عناصر منفلته عن قناعه تريد ان تنتقم لهذا القرار فترتكب بعض الحماقات، كما وارد جدا ايضا انه نفس الطرف اللي كان يحرك في الموضوع هذا وكان يحرك في هؤلاء الناس سيدفع باتجاه التصعيد كلما وقع يعني فشل في التسوية السياسية، يدفع باتجاه التصعيد وستكون العملية التسويق سهلة. هناك كثير من طابور الإعلام سيكون في جانبه، ومن طابور بقايا النظام البائد في الأمن سيكون في جانبه، وستحسب هذه العمليات على التيار السلفي وتثبت عليهم الجريمة عندها، ثم فيما بعد قد تتوسع دائرة الاتهام لتشمل أطراف أخرى داخل نفس التيار الفكري التيار الإسلامي. طيب سي رضا بالحاج نختم معاك بعد أن نرجع لسي ماهر في كلمة الختام، مصير شباب الصحوة بعد هذه يعني التصريحات وهذه القرارات وشو مصيره؟ وأنتم كحزب سياسي عندكم قيمتكم موجودين في الساحة السياسية، شباب الصحوة في هذه المرحلة. هذا الزمن هو زمن الأمة بامتياز، والبقية كلهم دخلاء وقد جربوا ولم يستطيعوا، ومتعثرون في خطواتهم ومرتهدون الأجنبي. هم ليسوا مشروع حكم جدير بأن يعطى الثقة، وقد بان منهم مكر كبار في زمن قياسي وقليل. والآن التدافع على الدستور وكل مادة يعملون عليه وضعية باش تتعدى ويخلقون وضعية ذي فيق بها الرأي العام. ولذلك فضلا عن مقدار الحقد عند البعض، حقد عقائدي عشناها في الجامعات تنقل الآن للحياة السياسية والإعلامية، ونعلمه بالأسماء وقد نتحدث في ذلك، هذا فايق به الرأي العام غير مطمئن، الشعب هذا الطيب المسلم. اليوم البديل هو إسلامي بحصانتين، الأولى من الدجل الديني، لأن الدين قابل لأن يختطف لصالح تأويلات يعني متنطعة دائما، هذا شأنه في التاريخ يعني طبيعة الحال، كما هو الرحمة للعالمين. إذن الدجال الديني لابد من رده، سواء بالفتاوى أو بوجوه كالحة من رجال دين يعني تتخذ في الصيفة، كما شفنا الآن في الأزهر يعني مشروع دبابة، يعني شيخ يهبط معناها ذليل تحت معناها في مشروع دبابة، لا علم ولا فقه ولا دين ولا صلاة ولا نوافل، كلها تضيع. إذن هذا دجال ديني، والدجال السياسي اللي متمثل في العملات واللي إهدار القضايا وتبادل الملفات والتحالف مع المال المشبوه وما إلى ذلك. إذن هالمشروع بإذن الله قاعد يشق في طريقه، ورب يقول معناها يبين علاش تركنا في الفتنة وتركنا في المحنة، يقول وما كان الله من يظهر على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن ربي ليميز الخبيث من الطيب، هالصحوة الإسلامية ليست للبيع، وكل من يتآمر عليها مردود عليه، إن شاء الله فيها الخير، إذا بين وجه العدل وجه الحق فيها، وأن قادرة بالفعل باش تعطي درجة الأمان العالية لهذه الأمة ولهذا البلد الطيب اللي بدا منه هالنبت الطيب الحسن هذا. كلمة الختام سي ماهر، ما عندنا برشا وقت، باش كلمة الختام. نتمنى يعني كما قال الأستاذ أن الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد أن
تعي جيدا أننا لسنا سنة 1991 لما كانت هناك قناة واحدة، كان هناك زعيم واحد، لم تكن هناك وسائل اتصال عصرية، فكل ما يقال لنا كان يؤخذ على أنه المقدس. نحن الآن في زمن غير ذلك الزمان، عليهم أن يستفيقوا هؤلاء الأشخاص الذين فاتوا 70 من العمر وأن يعطوا فرصة لغيرهم، وأن يعوا مرة أخرى بأنه هذا زمان غير زمان غني الزمان الذي شكرا لكم. نعم. ضيافي موجودين معي في الاستوديو سيري ذاب الحاج ناطق الرسمي لحزب التحرير بتونس وتونس وماهر زيد خبير أمني وصحفي استقصائي غدوة الحين. ذكركم أنه الريبورتاج اللي أو الحوار الحاصل اللي عدوا زميلنا أمين ذبيبي غدوة الحين تعدى مع أحد شيوخ سلفية السيد محمد بن عبد الرحمن خليف، حكي لنا وتكلم على أنصار الشريعة وتداعيات تصنيفهم كتنظيم إرهابي. هذه هي نهاية حلقتنا اليوم، نتقابل معكم إن شاء الله في موعد جديد من رجع سدى. دمتم أوفياء إلى قناة القلم، تصبحون على خير.